أنت تشاهد ما الذي يجري الآن في بغداد والمحافظات والقلق الذي يعتري الناس. السيد الكاظمي هل استعجل في هذه الخطوة أم أنه رجلا بحكم مسؤولياته أراد أن ينفذ القانون ويحقق العدالة كما يطلب منه قانونا وشرعا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي سليم وضيفك الكريم، حياك وسادة الله. المشاهدين شكرا على الفرصة. طبعا بالتأكيد نحن يعني دراستنا في كلية القانون وأيضا في المعهد القضائي في الدراسات العليا يعني تعلمنا، ومقدمتك كانت جميلة طبعا على فكرة، أنه لا أحد فوق القانون. أمر القبض قد يصدر على سين على صاد. طبعا محكمة التحقيق أو الجهة التحقيقية عندما تقوم بالتحقيق هي تعتمد على الأدلة، إذا كان هناك دليل يصدر أمر قبض. ومثل ما تفضلت، هذا الأمر القبض لا يعني بأن المتهم سيحكم، لأن القاعدة القانونية تقول لك المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أيضا يعني هذه اللجنة المشكلة بأمر من السيد الكاظمي هي بها قضاء قاضي وبها مدعي عام، وبالتأكيد هي عندما تصدر قرار هذا لا يعني أن القرار نهائي، لأنه محكمة التحقيق قراراتها قابلة للتمييز أمام محكمة الجنايات. لكن يبدو أستاذ نجم، يبدو أنه التنفيذ أمر القبض هذا كما يعني شاهدنا عبر وسائل الإعلام هو لم يكن من الجهة المختصة. الجهة المختصة اللي طبعا أوضح لك نقطة مهمة، الهيئة الحشد الشعبي بموجب قانونها رقم 40 لسنة 60 هي مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، ويطبق على أعضائها أو عفوا على أفرادها قانون العقوبات العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية. لو رجعنا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 19 المادة 26، الضباط لا يجوز إلقاء القبض عليهم إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الدفاع حصرا، وطبعا يسبق ذلك تشكيل مجلس تحقيقي. تشكيل المجلس التحقيقي في القضايا العسكرية مهم جدا، لأنه أستاذ نجم هو المجلس التحقيقي يطلع على الإفادات، على المستمسكات، إفادة المظنون كما يسمى في المصطلحات العسكرية، ثم بعد ذلك يرفع إلى القاضي المختص لاتخاذ القرار، سواء كان بالإفراج، بالكفالة، بالتوقيف، بالإحالة إلى المحكمة. هذه هي السياقات القانونية المنصوص عليها في القوانين العراقية. والجهة التحقيق طبعا وفقا لقانون هيئة الحشد الشعبي أو عفوا جهة إلقاء القبض عندما يكون شخص متهم من هيئة الحشد الشعبي هو أمن الحشد الشعبي. هذه طبعا الأخطاء اللي قد تكون حصلت، أو جهة اشتركت في أمر القبض كما يعني قالوا أنه جهة أمريكية. أنا برأيي لا يمكن للجهة الأمريكية أن تشترك في إلقاء القبض على الشخصيات العراقية، وممكن أن يكون استقدام، ممكن أن يكون تبليغ. يعني هذه المسائل تراعى عادة في الإجراءات القضائية سواء كانت العسكرية أو المدنية. يعني أستاذ نجم لا يمكن أنه مباشرة أمر قبض مثلا، ممكن استقدام. طيب هنا ممكن...